في كتاباتهم تعطيك قدرة على التفكير والتأمل، مو كتابات سطحية، كتابات عميقة فيها رؤية وفيها فكر. وهذا حقيقة من الأمور اللي يعني خصوصا كتاب الأعمدة اللي جعلتني أحاول أن أواكب هذا النمط من الكتابة، أن يكون هناك لمسة فكرية. أستاذ الدكتور لقاء مكي العزاوي، مواليد 27 نوفمبر 1961، من مواليد ديالة المقتادية. يعني نشأت في أسرة متوسطة، والدي رحمه الله كان معلم، و يعني أنا الابن البكر، وبالتالي كان والدي في مستهل حياته العملية. وأذكر أنه كان في بداياته يتنقل يعني كأي معلم من القرى إلى المدن، ونحن كأسرة معه. بالتالي أنا مثلا أذكر جيدا، يعني ما زالت هناك بعض الصور والملامح لي مدارس في قرى كان يدرس فيها والدي قرب المقدادية من الطين، وأنا كنت أذهب معاه يعني شيء كمشاهد أو كمستمع في المدرسة، وأنا كان عمري كنت 3 سنوات أو 4 ما أعرف. المهم انتقل، يعني أنا أعتقد بداية المدرسة المرحلة الأولى لي كانت في مدينة سلمان باك، انتقل لها والدي يعني مع بداية خراطي في المدرسة، ولذلك انهيت المرحلة الأولى هناك في سلمان باك في المدائن. ثم انتقلنا إلى بغداد، يعني مركز بغداد، وأكملت الابتدائية هناك في بغداد الرصافة في حي البنوق، أو يعني حي القاهرة والبنوق وهي المناطق على القناة. ثم المتوسطة في متوسطة خالد بن الوليد في الوزيرية، وأخيرا الثانوية والإعدادية في الإعدادية المركزية في الميدان. الإعدادية المركزية معروف قدمها وعراقتها، حقيقة دخولي إلها كان مهم جدا حقيقة لأسباب كثيرة، منها التنشئة الشخصية. هذه الإعدادية بسبب عراقتها وطبيعة الطلبة اللي فيها ونوع التدريس وضخامتها، يعني أنا أذكر مثلا الخامس ثانوي أو السادس كان 20 شعبة، عدد كبير من الطلبة، وكان عليها طلب شديد، وهي مدرسة عريقة بناية قديمة على نهر دجلة. للأسف الشديد أنا فهمت الآن أنه هي مدمرة تقريبا، يعني تم يعني هجرت مكان مهجور. خلصت إعدادية المركزية في عام 79، وكان ودخلت، وكان طبعا القبول المركزي في حينها كان هو شغال، وأذكر أنه أعتقد أنا ما أعرف حتى أي كلية قبلت، لأنه أنا بالحقيقة ما اهتميت في هذا الموضوع، أعتقد الإدارة واقتصاد، بس أنا كان ذهني متجه للإعلام، فقدمت بشكل شخصي لأن كان القبول مباشر مقابلة، وقدمت لقسم الإعلام في كلية الآداب وقابلت، والحمد لله يعني نجحت بالمقابلة فقبلت. الحقيقة فترة قبل الكلية، فترة الإعداد في الثانوية خصوصا، هذه فترة مهمة. أنا أعتقد الشباب عموما فترة التكوين الأولى مهمة جدا حتى قبل الجامعة. الجامعة فيها خبرات وإمكانيات وفيها تجارب تنضج شخصية الإنسان، لا سيما على الصعيد غير الصفي، خصوصا على الصعيد الفكري الأدبي وحتى السياسي. ولذلك نجد أنه حركات سياسية كبيرة كانت في الجامعة. الآن الجامعات الأمريكية
والحركة مع غزة. هذا ليس المرة الأولى في فيتنام. حرب فيتنام 68 جمعت كولومبيا نفس الشيء، كان فيها ظاهرة كولومبيا. بالتالي الجامعات هي مركز استقطاب اجتماعي وفكري وسياسي، ينضج الطالب ويطلع من عنده للمجتمع ليس فقط متعلم وإنما مقتدر فكريا واجتماعيا وسياسيا. هذا المفروض طبعا، يعني يفترض أن تكون أجواء الجامعة كذلك. لكن أنا ملاحظتي أنه حتى قبل الجامعة كان هناك إعداد، يعني أنا في العراق على الأقل ما أذكر أنه في السبعينيات من القرن الماضي، وهي فترة دراستي في المتوسطة والإعدادية والثانوية، يعني كان هناك إعداد، إعداد حقيقي. يعني الطالب لم يكن يكتفي بالصف، كان هناك مظاهر للتعامل الاجتماعي، كان هناك حراك سياسي بالمناسبة. يعني هاي الفترة كانت فترة فيها زخم سياسي، كان هناك حراك سياسي، كان هناك جدل سياسي بين طلبة الثانوية، يعني نتكلم عن أعمار 16-17 سنة، في جدل سياسي، في نقاش سياسي. آنذاك كانت فترة الجبهة الوطنية في العراق في عام 73، اللي بدت 73، أنا أتكلم عن 77-76 صعودا، كانت فترة الجبهة الوطنية. فكان جدل الشيوعيين مع القوميين مع البعثيين الإسلاميين، كان في حتى إلى حد المشاحنات. فكان هذا النمط من الفكر. وحينها في السبعينات، نهاية السبعينات 77 صعودا، بدت بروز الظاهرة الإسلامية. يعني مثلا في مصر طبعا في حينها صارت اتفاقية كامب ديفيد، وهذه كانت صاعقة. يعني طبعا الآن التطبيع بالنسبة للجيل الجديد يعتبره ثم ماذا، لكن في حينها لم يكن هذا ليس بالمتخيل حتى. يعني في جيلنا في ذلك الوقت ما كان متخيل حتى شكل اليهودي أو الإسرائيلي، وما كان هذا مطروح. فلذلك حينما السادات الله يرحمه في 77 زار إسرائيل أو القدس، كان وألقى خطاب الكنيسة، يعني كان شيء أحدث صدمة، صدمة خطيرة. طبعا تداعياتها ما زالت مستمرة. هذا تلاعب بالوعي وأثر على الوعي الشبابي في حينها. غزو لبنان عام 78، أنا كنت طالب خامس ثانوي أو السادس، خامس ثانوي. غزو لبنان عام 78 في صيف 78، غزو إسرائيلي جنوب لبنان. في حينها أنا كنت أعتقد بالخامس ثانوي، في حينها صار تطوع حتى في الثانوية للذهاب للقتال، والبعض تطوع وذهب قاتل فعلا في جنوب لبنان بالمناسبة من العراقيين. طبعا نحن لأنه أعمارنا ما كانت تسمح ما قبلونا، لكن بالجامعة راحوا. هذا النمط من الحراك السياسي، من الوعي السياسي، كان مبكر، ما كان مرتبط أنه أنت لازم تروح إلى عمر معين حتى تفهم. أنت فاهم، تعرف شنو فلسطين، وتعرف شنو لبنان، وتعرف شنو إسرائيل، تعرف شنو القضية المركزية، وتعرف شنو احتياجاتك. لذلك الظاهرة الإسلامية لما ظهرت في المنطقة بداية من انقلاب باكستان عام 77، انقلاب ذو الفقار علي بوتو على ضياء الحق على ذو الفقار علي بوتو وعدامة، ثم الثورة الإسلامية في إيران في عام 79، والأحداث الأخرى يعني اللي حصلت على هذا الصعيد، لأنه كلها كانت مرتبطة برؤية إدارة كارتر، وإدارة كارتر الإدارة الأمريكية طبعا، ومستشار الأمن القومي بريجينسكي في حينها، كلها أثرت على طبيعة النمط السياسي السائد. وأنت تراقب كشاب، شاب صغير، تراقب الأحداث، وما قلت تشارك فيها، بعض مشارك، لكن على الأقل تراقبها بوعي، مش أنت خارج السياق وما لك علاقة. طبعا البعض قد يقول انه هذه احداث مهمة انت في حينها تأثرت فيها، لا، الاحداث المهمة مستمرة. يعني الان اي بلد ما في احداث سياسية مهمة واحيانا صادمة، بل احيانا مؤثرة بقوة في
في كيان الاجتماعي والوطني. يعني احنا قبل كانت احداث فلسطين بعيدة عنا لكن تهزنا، الان احداث في بلدك واحيانا ما تهزك، يعني على على جدار بابك، يعني على الباب، باب البيت. لذلك انا اعتقد الوعي بالنسبة للجيل، الجيل الشباب او للناس عموما لا يبدأ متأخر، ما له علاقة بالاعمار، له علاقة بطبيعة النمط السائد من الوعي في بشكل عام في المجتمع، وبالاهتمام، اهتمام الشباب ونمطهم ماذا يريدون. طبعا الجيل اللي قبلنا واللي قبلنا يعني بالخمسينات، منو كان يثير الشارع؟ منو كان يطلع مظاهرات؟ شباب الجامعة، طلاب الجامعات اللي هم أعمارهم بداية العشرينات، وكانوا يستشهدون على جسر الشهداء، هاي بالأربعينات يعني بورتسموث مثلا نسمع بيها، حلف بغداد، المظاهرات اللي ضده بال55، منو كان طلع؟ طلاب الجامعة اللي هم أصلا كلهم مسيسين، هذا إسلامي، هذا شيوعي، هذا بعثي، هذا قومي، هي هذول هي هاي الاتجاهات السياسية. فبالتالي هذا الشباب هؤلاء تكوين يبدأ مبكر. يمكن احنا جيلنا كان ما زال جذوة الفكر قائمة في هذا العمر، يعني انه انت طبعا قراءتنا الكتب كانت تمثل الكتاب بالنسبة لي على الاقل، وانا اعرف كثير من جيلي كان يمثل ركن حجر اساسي في 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 حياتنا. يعني انا احنا كنا بالعطلة الصيفية ما نقضيها بالمسابح وما اعرف وين، نقضيها بالقراءة، نقرأ روايات أدب. الأدب أنا أذكر قريت نجيب محفوظ وحسن عبد القدوس ويوسف السباعي ودوستويفسكي، وكلها وأنا بالمتوسطة أو يعني بداية المتوسطة، يعني 12-13 سنة. وبديت أقرأ الفكر السياسي عمر 14-15 سنة، يعني بدأ يستهويني. وكان وهذا ما كان يعتبر، يعني أنا مصروفي الجيب مالتي بدل ما أشتري بيه شيء، يعني ما أعرف ملابس أو شيء، كنت أشتري بيه صحف ومجلات عربية اللي كانت تصدر عن ذاك حتى أشوف الأخبار والتقارير وكذا. ولع سياسي طبعا، مو بالضرورة سياسة، في ناس كانوا مهتمين بالأدب من شباب جيلي، صاروا شعراء كبار وأدباء كبار مهتمين بالأدب، يعني كتبون قصة، كتبون شعر، مهتمين به بالكتب وإلى آخره. الكتاب كان يمثل، يعني أنا أذكر أنه لم أكن أبداً لم يحصل أنه خرجت من البيت إذا مو بيدي كتاب، نيفر، لازم بيدي كتاب، أي شيء، أي كتاب أشيله بإيدي، وخاصة إذا كان كتاب بقرأ بيه أشيله. طبعاً أي كتاب نشتريه لازم نجلده بجريدة وتنحافظ عليه وتأخذه معاك، لأن طرق طويلة وباصات ومواصلات عامة، فأنت تحتاج ساعتين ثلاثة لأن توصل إلى مكانك، فأنت تقرأ. وتشوفون بالمطارات الآن الشباب أجانب، الشباب يقعدون بالأرض في بيس، لكن دائما يقرون بالمطارات دائما، لأنه هذا وقت ضايع. أنت الآن لسوء الحظ تقضي وقتك أنت بالفيسبوك وبالسوشيال ميديا، حتى إحنا صرنا مهتمين بهذا، وهذا مضيعة وقت كبيرة جدا جدا جدا، وما تسوي ثقافة. احنا قبل كنا نسمي اللي يقرأ جرايد ويتعلم من الجرايد كنا نسميها ثقافة مجلات، نعتبرها فيك، يعني اللي بس يسولف ويعطي معلومات على اساس هو عنده معلومات بس ما عنده عمق، نقول هذا ثقافة مجلات، يعرف يعني يعرف اسم الرئيس، اسم الموضوع، لكن ما عنده عمق بالفكر، ما يقرأ كتب، الكتب العميقة الفكرية اللي توديك لأساس الظاهرة، مو لشكل الظاهرة، مو لتفاصيل الظاهرة. المجلات حتى جيدة منها تعطيك شكل الظاهرة وتداعياتها، لكن أساسها وجذورها تجدها بالكتب، بالنظريات، بالأسس، بالتاريخ. وهذا هو اللي كنا نعتمد عليه. المهم الجامعة يعني تطورت كثير حقيقة، لأنه أنا درست إعلام وكان المهمة بالنسبة لي أسهل من غيري حقيقة نسبياً. لذلك أنا بالسنة الأولى على ما أذكر، السنة الأولى أنا دخلت 79-80 بديت أكتب للجرائد، ماني بالإعلام، بديت أكتب للجمهورية والثورة في بالعراق، ونشرت مواد تحقيقات صحفية. طبعا أنا من برا أبعث المواد وتنشر،
إلى أن جريت الثورة في أعتقد تشرين الثاني 1980، يعني أنا بداية الصف الثاني بداية الدوام. طلبوا من عندي، يعني الله يذكره بالخير، أستاذنا زيد الحلي الصحفي المخضرم، الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية. هو كان مدير تحرير الملحق الأسبوعي بالثورة، وأنا كنت أنشر عنده وما يعرفني، يعني ما كنا عندنا واسطة ولا لا. أنا كنت أذكر أخذ المواد تحقيقات أعملها ومقابلات وأخليها بالاستعلامات وأروح أشوفها ورا يوم، يعني هو كل سبت كان يصدر، السبت منشورة. في يوم من الأيام وديت مادة طيتها الاستعلامات، فأبو الاستعلامات قال لي يا فلان ترى أستاذ زيد يريدك، قال إذا أجى فلان هذا خليه ينتظرني أريد أشوفه. رحت عليه، شافني أنا شاب صغير بعدني، يعني كان عمري 19 سنة، فعرض علي العمل، قال لي تشتغلي أنا بجريدة الثورة، يعني تشتغل دوام، يعني بسموه نظام المكافأة الثابتة مثل العقود، عقد. طبعا هذه كانت بالنسبة لي فرصة، فرصة كبيرة يعني. فالحمد لله اشتغلت، بديت أداوم كل يوم، أطلع من الجريدة كل ليلة الجريدة وهكذا إلى أن الملحق الأسبوعي. بعد سنة ألغي الملحق فخيرونا بالعمل، أنا رحت القسم الأخبار الخارجية الدولية، وبقيت بالأخبار الدولية من سنة أعتقد 81 أو 82 إلى 95. بهاي الفترة طبعا صارت أحداث كثيرة جدا. خلصت الجامعة ورحت للجيش، طبعا كل الخريجين يروحون العسكرية، وكانت حرب العراقية الإيرانية. بقيت بالجبهة، جبهة القتال بالخطوط الأمامية حوالي 3 سنوات ونص، وقبلت على الماجستير في أول دورة للماجستير في قسم الإعلام في 86، نهاية 86. تأخرت، ويعني أذكر طلع القبول في شهر 12 86، أنا تخرجت 83 من الكلية. يعني في ذلك الوقت طبعا القبول بالدراسات العليا يطلعوا من الجيش، فطلعت لأغراض الدراسة والحمد لله كملت 88 الماستر، وتعينت بالكلية كمدرس مساعد على الماستر في عام 89 في شهر 7. وقدمت، ما كان عندنا دكتوراه، هاي مشكلة يعني حقيقة، لأنه هذا هو اللي أخرنا، ولا كان ممكن نكمل دكتوراه فورا. يعني العسكرية أخرتنا حوالي 4 سنوات. المهم خلصت يعني لقب مدرس عام 92 بالمدة الأصغرية، يعني تحولت من مدرس مساعد إلى مدرس بالمدة الأصغرية. في عام 92 فتحت الدراسات العليا دكتوراه في قسم الإعلام، وكانت طبعا بالدورة الأولى آني، خلصت بال 95، بس آني بال 95 خلصت. 96 صرت أستاذ مساعد، اللي هي في بعض الدول يسموها أستاذ مشارك مثل الخليج. وفي عام بعد إكمال الدكتوراه في عام 96 صرت تحولت إلى أمين مجلس الكلية، أمين مجلس كلية الآداب. في عام 97 طبعا في 96 صرت أستاذ مساعد، 97 صرت معاون عميد كلية الآداب للإدارة والطلبة إلى 2000. بال2000 تحولت، أو صار قرار برئيس الجامعة أنه أنتقل رئيس قسم الإعلام. في حينها توفى الدكتور خالد الراوي الله يرحمه رئيس القسم، وبقى القسم بدون رئيس حقيقي. يعني كان دكتور هادي الهيتي وكالتين، والله يرحمه أيضا دكتور هادي سافر إعارة لليمن، أستاذ زائر، فرئيس الجامعة طلب أنه أروح والعميد كان دكتور أيضا نزار الحديثي، والرئيس الجامعة دكتور عبد الله الخشاب الله يعافيهم الاثنين طول أعمارهم. فرحت رئيس قسم الإعلام في عام 2000. في 2002 قدمت على الأستاذية أيضا بالمدة الأصغرية، يعني كل ترقياتي كانت في المدة الأصغرية حقيقة.
وطبعا بال2002 ايضا في نفس الوقت في 2001 بديت اجراءات تاسيس كليه الاعلام. وهذه نقطه يعني حقيقه ربما الاجراءات هذه لم يكن يعني كانت هي عموما بشكل شخصي، لانه مشكله الكليه اللي كنت فاهمها اني واعرفها كطالب بالاعلام واستاذ بالاعلام انه هذه عمرها حوالي 20 سنة أو أكثر، يعني هي من السبعينات كان هناك طموح أن تتحول قسم الإعلام إلى كلية. أساتذتنا الكبار الله يرحمهم أو يطول بأعمار بعضهم ما زال موجود حاولوا كثير لكن ما نجحت المهمة لأسباب كثيرة، منها القسم نفسه الذي لم يجيد ربما تقديم الرؤية إلى القيادة التعليمية وزارة التعليم العالي أو الدولة. كلية الإعلام كلية مهمة، كلية ينظر لها على أنها يعني أهم حتى من كلية العلوم السياسية، لأن تخرج الصحفيين، وهي كانت الوحيدة يعني قسم الإعلام الوحيد، ما كان في أقسام كثيرة، هو الوحيد جامعة بغداد. فأنا بديت أشتغل بالطريقة وحدي، يعني حاول ما أخليها تنتشر. مثلا المناهج، أنا في ذلك الوقت في 2000-2001 بدأ الإنترنت، كان محدود جدا وبعض المؤسسات بالدولة بي، فكنت بالعلاقات الشخصية أطلب من بعض الإخوان في هذه المؤسسات يجيبوا لي مناهج كامبريدج وهارفارد ومانشستر وجامعات الراقية بالعالم مناهج الإعلام. كنت أحاول أواكب المستقبل، لأن كنت أعرف أنه في ذلك الوقت بدأ الإنترنت، وما تداعيات الإنترنت اللي لم تكن واضحة طبعا، لكن كان واضح العالم الرقمي بدأ ينمو. وللأسف إحنا كنا في حصار بالعراق، فكان التطور التقني في العالم بعيد عنا، يعني ما كنا منخرطين فيه بشكل حقيقي، لكن نظريا كنا نعرفه. يعني أنا بالجامعة بالدكتوراه كنت أدرس الصحافة الإلكترونية مثلا، لذلك كنت مطلع عليها، لكن صعب تمارسها اللي ما عندنا، ما موجودة إلا إذا شوفه بالإنترنت، واللي كان بطيء جدا. طبعا الجيل الجديد ما يعرف أنه الكمبيوتر، أول كمبيوتر أنا اقتنيته كان السعة مالته نص جيجا السعة كلها، وهذه طبعا يعني خلي يقدر شنو نص جيجا، يعني كم أغنية وكم كتاب، فهذه كان السعة كمبيوتر ضخم، هي هذه كانت موجودة، خلي يقيس على هذا الأساس. القصد أن كان أنا اللي يهمني في مناهج كلية الإعلام المستقبلية هو المستقبل نفسه، لذلك كان اهتمامي بالتقنية والتكنولوجيا وعلاقة الإعلام بالتطور الحاصل على الصعيد الرقمي. طبعا كانت في أشياء ما نعرفها إحنا، السوشيال ميديا مثلا ما كانت موجودة أصلا في الذهن، ما كانت يعني الفيسبوك طلع بال 2004 ولما وصلنا احتاج مدة، أيضا تويتر 2007، فكان في يعني ما كان في هذا الثورة في عالم الاتصال. ثورة الاتصالات بدت نعم بالتسعينات بالفضائيات، يعني بالتسعين تحديدا بالفضائيات، بدأ حتى 86 من بدت CNN أحدث الثورة بالتلفزيون على صعيد التلفزيون الإخباري، لكن الفضائيات القنوات الفضائية بدت بالتسعين، بس العراق احنا ما كان موجودة عندنا، يعني حتى كان ممنوع، لذلك ما كنا منغمسين في دراسته كإعلام، يعني بحث علمي ما منغمسين لا بدراسته ولا بمتابعته، والظاهرة ما كانت عندنا العولمة، كانت بادية كنا ندرسها العولمة، لأن العولمة ارتبطت بهذه الحركة بالفضائيات، العولمة العلمية والاقتصادية والفضاء والإعلامية والفكرية. المهم ما حصل أنه أنا قدمت كل المقترحات وحتى النظام الدراسي، وحتى أذكر جيدا حتى الكلية شون بنائها، وكان في ذهني كلية الإعلام جامعة القاهرة، لأنه بناية جديدة أنا شفتها مرة في إحدى السفرات، وكانت بناية حديثة، هي أحدث بناية في جامعة القاهرة في المبنى، في مبنى التاريخي للجامعة، وبناية جميلة بيها استوديوهات قاعات جميلة مهمة، يعني
كان في ذهني هاي الجامعة. المهم راحت في أتذكر في شهر 10 2001 سيد وزير التعليم العالي في حينها الدكتور همام عبد الخالق أرسل في طلبي، وكان بحضور المدراء العامين بالوزارة. رحت للوزارة فقال الرئيس الجمهورية وافق على تأسيس كلية الإعلام. وفي حينها أنا أذكر أنه طلب من عندي أنه أذهب إلى الكلية وخلص، يعني أبدي العام الدراسي الجديد بكلية الإعلام في 2001. أنا في حينها استدركت وقلت له يعني الوزير، قلت له سيادة الوزير إحنا العام الدراسي يعني باقي الأسبوع، يعني هذا نعم صار قرار بس هي مو بهالسطحية المسألة، مو بهالسهولة أني أشيل لافتة قسم وحط كلية، أنا محتاج موظفين، محتاج الأقسام المقررة ثلاثة، أنا عندي ما عندي أقسام، عندي بناية صغيرة يعني بناية ما تكفي ثلاث أقسام، طبيعة المناهج وتغييرها يراد لها عملية يعني إعداد للأساتذة، إعداد للطلبة، إعداد للأمور كثيرة للجدول الدراسي، فلذلك المسألة معقدة مو بهذه. طالما القرار صدر والإرادة حصلت فإحنا نذهب ونهيئ أنفسنا للعام الدراسي المقبل على أساس أنه البناية تهيئون بناية جديدة أو على الأقل تضيفون بنايات، نهيئ الكادر التدريسي، نحاول نجيب كادر تدريسي إضافي إذا عندنا نقص، يعني نعمل على هذا الاتجاه. فالرجل استحسن الفكرة وقال لي خلص توكل على الله، وفعلا هذا اللي حصل. يعني بدينا وإلى بدت في عام 2000 بدأ العام الدراسي الجديد في أكتوبر 2002 بكلية الإعلام بثلاثة أقسام، ومشت كلية الإعلام. بعدين هي كانت باقية في مكانها بس أضيف لها قسم الفلسفة، بناية الفلسفة يعني بنايتين ضخمة، والحمد لله. والآن كلية الإعلام توالدت عنها عدد كبير من الكليات والأقسام الإعلامية، أقسام الإعلام في العراق، وهذا الشيء حقيقة يدعو للفخر والارتياح. الزملاء طلابي وطلاب طلابي الآن هم أساتذة بشكل ممتاز وأساتذة رائعين. يعني أعتقد أنه هذه كانت تجربة إلى عام 2003 طبعا صار الاحتلال ونعرف ما الذي حصل بعده، يعني وكانت يعني نهاية رحلتي مع التجربة الأكاديمية في العراق والإعلامية. طبعا الملاحظة أنه أنا خلال هاي الفترة كلها من 1980 إلى 2003 أنا لم أترك الصحافة أبدا، تركت قسم الأخبار الخارجية اللي هو عملية صياغة تحرير الأخبار عام 95 بعد ما خلصت الدكتوراه، وأنا كنت بتقصد أستمر بالأخبار في أثناء الدكتوراه، كان بإمكاني أنتقل إلى قسم أكثر راحة أداوم يومين بالأسبوع مثلا. ليش؟ لأنه أنا كانت رسالتي أطروحتي الدكتوراه عن الأخبار، عن الجيت كيبر حارس البوابة في الأخبار، وكان يهمني رغم معرفتي الطويلة بالأخبار أن أستمر كحارس بوابة. أنا كنت أعمل حارس بوابة وزملائي حراس بوابات، كان يهمني أستمر بالفيلد بالكورير أو بالمهنة نفسها اللي دا أدرسها، لأن استمرار الملاحظة هاي المشاركة، ملاحظة بالمشاركة نسميها، أنه أنت تستمر حتى تراقب نفسك شلون ده تعمل. والأخبار بيها ميزة، التحديات اللي بيها والظواهر والقضايا ليس لها حدود، كل خبر يختلف عن الآخر وكل خبر تجربة مميزة لوحده، يحتاج رؤية وقرار وإدارة حتى تقدر تصيغه بطريقة مناسبة. لذلك وجودي واستمراري بالأخبار كان ضرورة إلي لأغراض الدراسة، وإن كان بجهد إضافي علي في حينها كلفني أنه دوام يومي وإضاعة مزيد من الوقت وحتى رئيس التحرير في حينها الأستاذ الصديق الدكتور صباح ياسين كان رئيس تحرير، طلب من عندي قال لي يعني إذا يا فلان دا تيدا نقلك للقسم السياسي مثلا تكتب مقال أسبوعي، قلت له لا أستاذ أنا أريد أبقى
بالأخبار إلى أنا أقول لك. وفعلا بالخمسة وتسعين قلت لخلص الدكتوراه قنيس، فرحت القسم السياسي وبقيت بي إلى 9/4/2003. طبعا قضية تحويل التحدي إلى منحة أو المحنة إلى منحة، أولا هي مرتبطة بسياقات كثيرة، أبرزها الشخص نفسه، يعني الفئة أو الطرف أو الشخص أو المجموعة اللي تتعرض لهذه المحنة أو لهذا التحدي. ولذلك مع ثبوت بقية المتغيرات بطبيعة الحال، متغيرات في يعني في تحدي عن تحدي، في تحديات معقدة جدا، في تحديات أسهل، وهكذا. في زمننا احنا عشنا في مراحل، جيلنا وما زال هذا قائم لكن بأشكال مختلفة، الندرة. احنا مجتمعات ندرة، وندرة ندرة المعلومات، ناهيك عن ندرة المال وندرة الحاجات. العالم اما مجتمع وفرة مثل الخليج على سبيل المثال، مجتمع استهلاكي، كل شيء تريده موجود، هاي تسمى مجتمعات الوفرة، يعني كل شيء متوفر اكثر مما يجب، اكثر مما يحتاج السكان. ومجتمعات الندرة اللي هي مجتمعات تحتاج كل شيء وفيها نقص في كل شيء. لذلك احنا عشنا في مجتمع ندرة على كل الصعد، مما فيها الصعيد المعرفي، كنا يعني الكتب عندنا بها نقص، التواصل مع العالم اقصد المعرفي واستيراد الكتب محدود. صارت معرض كتاب، اتذكر في معرض كتاب الثمانينات كانت مهمة جدا حقيقة وفادتنا، لكن بعدها خصوصا في التسعينات في الحصار لا توقف كل شيء، وكان عندنا نقص معرفي هائل. هذا أولا. الأمر الثاني هو اللغة. سوء الحظ في العراق، أنا أتكلم عن تجربة العراق، اللغة الإنجليزية كانت تعتبر لغة استعمارية، لغة المستعمر، ولذلك لم يكن هناك يعني في دروس لغة إنجليزية من الصف الخامس ابتدائي، لكن ليست بالمتانة والكفاءة الكافية، ولذلك كل الطلاب سيئين باللغة الإنجليزية أو معظمهم درجاتهم سيئة، والدروس كلها بالعربي، فقط الكليات الهندسية والطبية أظن كان مصطلحات إنجليزية وكذا. لذلك إحنا طالب ما كان عنده القدرة، والسفر محدود على العودة للمراجع الأجنبية، هاي إذا توفرت أصلا، فكان هناك نقص كبير، والإصدارات ما كانت يعني تصلنا بشكل، يعني المثل القديم الذي كان يقول أن القاهرة تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ، هذا صحيح لكن بالتسعينات انتهى، العراق لم يعد لا يقرأ ولا هو متوفر الكتاب حتى يقرأ أصلا، يعني ما موجود كتاب. هذه مشكلة واجهتنا، واجهت طلابنا وواجهتنا احنا كنا طلبة، والحقيقة يعني حاولنا انه نخلص منها بالقدر المتوفر. الحمد لله يعني اعتقد كثيرين منا تجاوزوها بشكل او باخر، لكن مشكلة النقص هي مثل مشكلة الوفرة، كثرة المعلومات ايضا تتيه الطالب، يعني حقيقة مزعجة مثل الانترنت الان تخليه يشتت، في حين الندرة ايضا تخليه يفتقر. أذكر لواني من كنت رئيس قسم الإعلام عملت قرار في حينها أنه طلاب الدراسات العليا العرب، كان عندنا كثيرين طلاب عرب، يجب أن يزودوا القسم بعد بالعطلة، بعد ذهابهم بإجازة العطلة وعودتهم يجب أن يزودوا القسم بخمسة كتب من الإصدارات الحديثة، جيبوها وياهم، اشتروها من عمان، اشتروها طبعا عمان كان الطريق الوحيد والمتاح، او من بلدانهم، يعني معظمهم يمنيين على اردنيين على فلسطينيين معظمهم يعني، ويزودون القسم بخمس كتب. احنا كنا نصورها ونرجعها الكتب لهم، بس نصورها ونخليها بالمكتبة على امل ان اصدر كتب الاصدارات الحديثة في مجال الاعلام طبيعة الحال. هذه كانت تساعد طلابنا بالدراسات العليا نسبيا يعني حقيقة،
ولذلك يعني كتبي مكتبتي مثلا اللي احتفظت بيها فترة طويلة معظمها مصورات مستنسخة، يعني مجلدات مستنسخة مش كتب أصلية. خلال التسعينات الكتب المرجعية في الإعلام كثير منها خصوصا المترجمة مستنسخة، وبعضها مستنسخة أجزاء مش كاملة. هذه والبحوث، هذه المجلات العلمية طبعا حدث ولا حرج، لو ما كان موجودة مجلة تقدر تنشر بها بحوثك لأنه مكلفة يعني بالنسبة للجامعات. لذلك كان هناك دوما مشكلة تواجهنا في مسألة لكن الطالب كان يحاول يغطي النقص في الكتب بطرق مختلفة، مثل ما قلنا يوصل على كتب من الخارج، يبحث في كل المكتبات بما فيها شرع المتنبي، المكتب القديمة، الكتب المستعملة، يدور على كتاب يعني يحفر الصخر في سبيل العثور على معلومة، على كتاب في سبيل أن يكتب أن يستفاد. وفعلا هذا اللي حصل، وطلعت عندنا طاريح ممتازة حتى خلال الحصار بالمناسبة. وعلى فكرة يعني وزير التعليم وزير الصحة السابق الأسبق دكتور أوميد اللي كان قبل الاحتلال ذكر لي مرة أنه كتب الكلية الطبية مثلا في الحصار كانت تهرب عن طريق سوريا، تهريب الدولة تهربها، مش يعني مهربين، الدولة تهربها لأن ممنوعة، كانت ممنوعة بقرار مجلس الأمن كل كتب الكلية الطبية، فيجيبوها عن الخارج عن طريق سوريا وتهرب تهريب من الحدود حتى ما يشوفوها فرق التفتيش. فكان مشكلة العراق كله عنده مشكلة بسبب الحصار. هذه مثال لبعض التحديات، وعدة تحديات أخرى كثيرة واجهتنا بالحصار، المعدات، إمكانيات اللوجستية، مقاعد، الكراسي، كل هذه بالمناسبة يعني كانت تعتبر من المتطلبات الثمينة. لكن حتى احنا على الصعيد المادي كأستاذ وكطالب كانت يعني صعبة للغاية، لكن مع ذلك أنا أعتقد أنه الصعوبات تخلق قدرة على المواكبة والقدرة على التعامل معها. ولذلك الدول الفقيرة كثيرة أو ناس فقراء كثر نجحوا وأصبحوا مبارزين. ما نحن نتكلم على 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 عدد كبير من الشخصيات المشهورة علميا إعلاميا أدبيا فكريا سياسيا، هي بالحقيقة كانوا طلعوا من أسر فقيرة، من مجتمعات فقيرة، كانوا يعملون ويدرسون. وبالتالي احنا ما نتكلم عن ناس موفورين يعني أو المجتمعات وفرة حتى بالغرب. لذلك احنا ما ممكن نقول أن كل ناجح توفرت له السبل، بالعكس قد يكون العكس هو الصحيح. كل الناجحين معظمهم لا استطيع التعميم هم ظهروا من بيئات ندرة، بيئات صعبة. اهتمامي البحثي كان يتعلق بالاختصاص، يعني حاولت أن أخلي اختصاصي في الإعلام اللي كان في البداية في الماجستير بالحرف النفسية والدعاية. ولذلك بحوثي الأولى كانت كثير منها عن الدعاية وعن الحرب النفسية، ثم أخذت منحة تتعلق بالصحافة ومنها المقروئية في الصحافة، تحليل مضامين الصحف. طبعا طروحتي كانت عن حارس البوابة، فحاولت أستفيد أيضا من خبرتي في دراسة القائم بالاتصال باعتباره أحد أطراف العملية الاتصالية. فدرست القائم بالاتصال إلى جانب مضمون الاتصال، الرسالة الاتصالية، يعني المضمون زائد القائم بالاتصال الذي ينشئ المادة الاتصالية. ودرست أيضا الطرف الثالث اللي هو الجمهور، ودرست الطرف الرابع اللي هو الوسيلة، هي أطراف العملية الاتصالية. فتنوعت حقيقة دراساتي ونشرت في عدة مجلات، خصوصا مجلة كلية الآداب مثلا ومجلات عربية في حينها. ثم عملت أيضا دراسات متعلقة بميدانية متعلقة بالصحافة، يعني رؤية الصحفيين لقضية معينة ولمسألة معينة لظاهرة صحفية معينة، وكيف تعاملت الصحافة العراقية مع ظاهرة معينة وهكذا.
كانت بحوث معظمها. لكن حقيقة وجودي في قطر منذ عام 2004 ربما سهل عملية تواصلي أو مباشرتي بنمط مختلف من الكتاب. طبعا شاركت في عدة مؤتمرات وكتبت بحوث عديدة لكل مؤتمر خصوصا في مجال الإعلام، لكن أيضا كان هناك اتجاه للبحوث السياسية، لأنه كان هناك يعني مشاركة بالجهد العام. المجال العام اللي صار بالعراق بعد 2003 كان يدفعك دفعا للخروج من الدائرة الأكاديمية المحضة بالاختصاص الدقيق لك إلى الدائرة الأوسع اللي هي دائرة المجال العام السياسي، أن تناقش الهم العام الوطني، الاحتلال وشؤونه وما يلحق بالعراق. والعراق كان القصة الأولى في العالم حقيقة، يعني 2004 2005 2006 ليس في المنطقة فقط، في العالم الهيدلاين. يعني هذا خلى الرغبة بالتواصل السياسي، العمل الكتابة بالبحوث ذات البعد السياسي تأخذ بعد مختلف وتصبح التركيز عليها. لذلك أنا من البداية يعني 2008 شاركت مثلا في كتاب أصدر مركز دراسات الوحدة العربية حول أوضاع الأمة العربية، هو كتاب سنوي اسمه أحوال الأمة العربية، كل دولة اكتب عنها شخص باحث، فأنا كتبت في حينها عن العراق أذكر. هذا الكتاب، كتاب أحوال الأمة العربية لعام 2008 و 2009 على ما أذكر، وطبعا قبله كان في مؤتمر عقد في عمان ومؤتمر آخر في قطر، وكل مؤتمر كان يجب أن تعد له بحثا، يعني مؤتمرات علمية. وهذا يعني حدد الوجهة بطريق معين إلى المواد التي تعالج القضية الأبرز اللي هي قضية العراق. في عام 2016 أو 15-16 كلفت من منتدى الدراسات العلاقات العربية، منتدى العلاقات العربية الدولية في الدوحة، وهو مركز دراسات يعني، بتأليف كتاب عن غزو العراق. هذا كان أعتقد 2016، تأليف كتاب عن غزو العراق بتفاصيل الغزو وما حصل. الحقيقة هذا كان تحدي، لأنه كتب كثيرة كتبت عن غزو العراق عربية وأجنبية، وقصة الغزو معروفة، لكن أنا كان يهمني أن أذكر روايتي وشهادتي لما حصل وأدرس من الزاوية التي أراها بس بشكل علمي. فعلا كتبت الكتاب ونشر من نفس المركز في الدوحة بعنوان سنوات عاصفة، قراءة جديدة في غزو العراق، نشر في مطلع عام 2018. كتاب كان في رؤيتي لما حصل، أسباب الغزو، بديت بمرحلة ما بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، يعني بعد الحرب العراقية الإيرانية ما الذي حصل، بحيث أن مجموعة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة تقرر غزو العراق وإسقاط النظام. هذا كان قرار، يعني غزو العراق لم يحصل بسبب أحداث أيلول في أمريكا، هو كان قرار سابق لهذا من عام من التسعينات بالحقيقة، يعني قانون تحرير العراق سنة 98 صدر زمن كلينتون. بالتالي احنا نتكلم عن آليات متتابعة لغزو العراق، مو ما يعني ما هي وليدة ما حدث ما حصل في 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 نيويورك في 11 سبتمبر. لذلك كان في تفصيل تاريخي، والحقيقة مستند لمصادر علمية ولوثائق أصلية، يعني مثلا
الصحف الأمريكية ما نشرت في ذلك الوقت من تفاصيل وأرقام وأسماء الجنود الأمريكان في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون خارجية. طبعا كان الجيد اللي خدمني أنه كان مضى على الغزو حوالي 15 سنة، فكان هذا يعني بعض الوثائق أعلنت أو ظهرت للإعلام وبعضها رجعت الأرشيف، وطبعا فادني جدا أنه وجود أرشيف رقمي للصحف الأمريكية وبعض الوثائق الأمريكية النسخ رقمية، فحقيقة هذا كان مفيد جدا لأنه اطلع على معلومات جديدة، وبالتالي المعلومات كان تقودك إلى التحليل الصحيح لأن المعلومات مهمة وجديدة. فالحمد لله يعني كان كتابي برؤية معينة نأمل أن تكون مفيدة. طبعا كل المراحل من نهاية غزو من نهاية الحرب العراقية الإيرانية مرورا بغزو الكويت والتسعينات ثم احتلال العراق وما جرى فيه والمقاومة العراقية والعملية السياسية وصولا إلى ما حصل في عام 2018، يعني آخر شيء انتخابات 2017 وانتهاء داعش، نهاية داعش، وداعش كيف حصلت وليش حصلت وشنو علاقتها بالحكومة العراقية، هل كان هناك مؤامرة أم لا، بالتفاصيل الدقيقة وبالوثائق. فكانت مرحلة فعلا سنوات عاصفة يعني تبدأ من 1988 وتنتهي في 2017 ويجينا عاشة يعني تفاصيلها. المهم الانتقالي إلى يعني عملي في مركز دراسات الجزيرة أيضا أعطاني فرصة لكتابة بحوث جديدة، وأيضا التوغل في مسألة الهوية العراقية. لذلك أنا أول مثلا أنا أسست مجلة لباب، هي مجلة محكمة في المركز سنة 2018 وما زالت تصدر في سنتها السادسة، وأنا الآن المسؤول عنها. أول عدد، عدد صفر، نشرت فيها بحث عن الطائفية في العراق، هل هي أزمة اجتماعية أم قضية سياسية، ورجعت للتاريخ ويعني قمت ببعض التحليل لأتحدث عن هذه الظاهرة، الظاهرة الطائفية اللي لا يمكن طبعا أن نعتبرها طارئة كطائفة كوجود الطوائف، لكن الطائفية نفسها كحالة صراع اجتماعي أو سياسي هي عملية استدعاء من التاريخ لغرض إظهارها في لحظة معينة لتحقيق أهداف معينة ذات بعد سياسي لأطراف معينة داخلية أو خارجية. وهذا هو اللي يعني عموما وما زلت منشغل بهذا الموضوع. والحقيقة أنا حصلت على الأستاذية في الإعلام يعني أني قدمت 2002 وطلع الأمر في 2004، فلذلك يعني كان عندي حرية أكبر حقيقة في البحث العلمي في اتجاهات مختلفة سياسية خصوصا في الشأن العراقي. حقيقة أنا تأثرت على الصعيد المهني الإعلامي بكتابات المرحوم محمد حسنين هيكل. أنا كنت يعني مراهق وأقرأ له. في هاي القدرة على السهل الممتنع، وطبعا الأعمدة الصحفية للكتاب الكبار مثل أحمد بهاء الدين أو مصطفى أمين يرحمهم جميعا، هذا النمط من الكتاب، حتى من الكتاب العراقيين مثل سلام خياط الله يرحمه، السيدة سلام خياط يعني كانت من الكتاب الأعمدة، أمل الشرقي كانت تكتب فيها الأباء، سيدة الله يطول عمرها يعني. حقيقة هؤلاء الكتاب لديهم لمسة من الفكر العميق في كتاباتهم تعطيك قدرة على التفكير والتأمل، مو كتابات سطحية، كتابات عميقة فيها رؤية وفيها فكر. وهذا حقيقة من الأمور اللي يعني خصوصا كتاب الأعمدة اللي جعلتني أحاول أن أواكب هذا النمط من الكتابة، أن يكون هناك لمسة فكرية، أن يكون هناك فكرة عميقة في العمود الصحفي. العمود طبعا هو من أصعب أنواع الفنون الصحفية لأنه يعني قصير وبفكرة عميقة. على صعيد المقال الطويل كان هيكل
يعني حقيقة الرجل الله يرحمه من الكتاب اللي يشدوك، والقدرة على السرد، قدرة على السرد والمعلومات. طبعا هو لديه معلومات، لكن القدرة على سرد المعلومة بالطريقة اللي تجعلك تنغمس فيها وتنشد لها. هذه طبعا هيكل معروف أهميته حتى السياسية ودوره بالسياسة المصرية والعربية منذ الخمسينات. على الصعيد الشخصي، التأثير المواجهي المباشر، بالحقيقة أنا تأثرت في أساتذتي كثير، الله يرحمه الدكتور سنان سعيد، الدكتور زكي الجابر، الدكتور إبراهيم الداقوقي، الدكتورة حميدة سميسم الله يطول عمرها، وهؤلاء يعني أضافوا لي الكثير على صعيد تواضعهم وشغفهم وأدبهم الجم وقدرتهم العلمية والهيبة العلمية اللي يمتلكوها، وعلمونا الكثير حقيقة حتى على صعيد التدريس. ولذلك عملية الانتقال من كوني طالب إلى كوني أستاذ كان فيها تأثر كبير بهم، يعني محاولة لمواكبتهم أن تكون بمستواهم يعني. وهذه مسألة حقيقة دكتور هادي الهيتي الله يرحمه أيضا أكيد هذه من الأمور التي يجب أن لا ننساها. دكتور خالد الراوي الله يرحمه، أنا أرجو أنه لا أريد أن أنسى بعض الأساتذة، لكن هناك من فعلا يعني أضاف لك، لأنه دكتور سنان سعيد أنا ذكرته بالبداية لأنه هو أول من قابلني في 79 ودرسني بوقت مبكر، ثم توفاه الله بال يعني في مرضا يعني. فعموما هذه كلها أمور نذكرها بشكل إيجابي، وأعتقد أنه كلهم أثروا بينا بشكل متفاوت على صعيد التأسيس لشخصيتنا كأكاديميين. شكرا جزيلا. كيف ترى حركة البحث العلمي، النظرة المستقبلية للبحث العلمي؟ البحث العلمي على صعيد العالم أعتقد هو مشكلته أنه متفاوت، يعني لا يمكن أن أقول البحث العلمي بالمطلق. هناك بحث علمي في دول تخصص جزء مهم من ميزانيتها للبحث العلمي، نتكلم عن ميزانيات ملياريه، مئات المليارات، مثل الولايات المتحده، مثل الاتحاد الاوروبي، دول الاتحاد الاوروبي، ودول تعتبر البحث العلمي ترف زايد خير يعني، ولا تخصص له شيء مثل معظم بلدان العربيه. لذلك لا يمكن موازنه هذا بذاك. يعني بالنهاية الفئة الأولى أعتقد المستقبل بالنسبة للبحث العلمي لا يمكن تخيله. أولا هو أصبح أسرع من قدرتنا على التخيل والمواكبة، خصوصا بعد ثورة الاتصالات اللي بدأت في التسعينات، ثورة تقنية. أحد الباحثين الفرنسيين أعطى مثل نموذج بسيط يبسط عملية التسارع، ماذا كيف نتخيل التطور اللي حصل في ثورة الاتصالات، وقارن بمنتج أو اختراع تقليدي كلاسيكي اللي هو السيارة. سيارة عمرها حوالي 120 سنة الآن، 130 سنة، وهي ما زالت حتى يومنا هذا مع كل التطور اللي حصل مقود وأربع عجلات، بيها مكيف وبيها نافيجيتر وبيها كل شيء من الترف، وبيها سنسرات وكاميرات، لكن هي محرك واربع عجلات. يعني بالنهاية يعني مفهوم السيارة اللي تنقلك من مكان إلى مكان، مفهوم حجم التطور بها ما قدر يعبر هاي الحدود، يعني الحدود المطلقة للسيارة، وبتمشي بسرعة 80 إلى 100 200 وين ماك في شوارع تطير بها مثلا. لكن لو كانت اللي جرى على ثورة الاتصالات جرى على السيارة كمنتج، كانت السيارة اليوم هي كالتالي: أولا تطير إلى القمر، تذهب إلى القمر وتعود بقطرة بنزين واحدة، قطرة بنزين يعني طاقة، تستهلك طاقة قليلة جدا. ثانيا تسير بسرعة الصوت، يعني 1000 كيلومتر بالساعة مثلا، ما في سيارة تسير
طبعا هذا كله تقديري افتراضي، لكن السيارة راح يصير بيها تطور نوعي، تنتقل من مرحلة نقلك إلى مرحلة نقلك بسرعة فائقة، وهذا ما موجودة لأنه الشوارع ما تسمح بها، فيزيائيين غير ممكن احتكاك إلا الطيران، والسيارات حتى الآن لا تطير. ثالثا السيارة الواحدة الصالون اللي هي 5 نفرات تشيل 5 أشخاص تتسع لـ100 راكب. طبعا الآن كيف اليو اس بي الصغير هذا يشيل 100 جيجا مثلا، عندما أتكلم عن 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 يعني يو اس بي صغير يشيل كمية من المعلومات، أفلام، مكتبة الكونغرس مثلا تخليه باور بانك أو داتا باور، يعني ديسك أو هارد ديسك بتيرابايت ديسك صغير يعني ورخيص بالمناسبة. طيب فأنت عندك سيارة 100 صغيرة تشيل 100 راكب، طبعا هي افتراضية ما زلت أنا أتكلم على الافتراض. الشيء الرابع أن سعرها أرخص من سعر غسلها. هذا الفلوبي أو الهارد ديسك اللي كان سعره كذا دولار، مئات الدولارات، الآن صار أصبح 20 دولار، 100 دولار أقصى يعني إذا كان من النوع الفاخر. إيه نعم الهارد ديسك. إحنا دا نتكلم على هبوط، ولذلك أنا أذكر الصناعات القديمة بالسبعينات التلفزيون مثلا كان يغلى، يعني أنت تشتري السلعة إذا تريد تبدلها تبيع القديم وتجي جديد أغلى، غالي موديل جديد ملون. أو الآن طبعا دا أتكلم على التلفزيون في السبعينات، الآن التلفزيون كل ما يتجدد ويصير بتقنيات أفضل يرخص، الجيل الجديد أرخص من القديم لأنه الصناعة مفهومها تغير تقنيا، تطورت مثل السيارات تقنيا تطورت لكن كفاءتها قلت، القدرة على أن تدوم، لأن التلفزيون قبل يدوم 20 سنة، ثلاجة مثلا يدوم 30-40 سنة تشتريها بسعر غالي جدا. الآن الصناعة من السبعينات بدأت تتغير مفهومها إلى صناعة تدوم 1-2 سنة وتبدلها، بس هي رخيصة مثل الصناعة الصينية اللي غزت السوق وأصبحت نموذج للاستهلاك الصناعي، وبدت شركات كبرى مثل فيليبس تصنع في تايوان أو في الفلبين أو في إندونيسيا حتى تكون رخيصة وتبقى الماركة التجارية شغالة، العلامة التجارية. قصدي هذا النمط من الإنجازات من التحولات الصناعية والاقتصادية والرؤى العلمية مرتبط بالبحث العلمي. ما ممكن نتغير الرؤية إذا بدون بحث علمي. الآن ليش أبل، ليش سامسونج تفوقت على نوكيا؟ نوكيا بال 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 يعني بداية ظهور التليفون الموبايل بالألفينات يعني كان هو مسيطر على السوق كله، فجأة نوكيا اختفى، انتهى، انهار لما طلعت التليفونات الذكية وبدأ أبل وسامسونج يسيطر على السوق لأنه ما أعطى فرصة للبحث العلمي، دراسة السوق، ما الذي يمكن أن يحصل، كيف أجيب المستهلكين للمستقبل، ما درس المستقبل، دولاك درسوا المستقبل ففشل. أما في الدول التي لا تعرف البحث العلمي ولا تعير انتباه فحدث ولا حرج، يعني لا يمكن أن نقول سوى أنها تبقى خارج التاريخ مفعول به من قبل فاعلين آخرين، تستورد التكنولوجيا بكل ما فيها. ليس من حق أحد من الدول المستوردة للتقنية أن يعتب على الغرب لأنه صدر قيمه. هذا الموبايل يأتي مع قيمه، سوشيال ميديا تأتي مع قيمها، تلفزيون يأتي مع قيمه، وهكذا. لذلك تغربنا مو لأنه إحنا نحب الغرب، لا، بس لقسما علينا طالما جت التقنية المشفوعة حتى بالاسم، اللغة التلفزيون لغة أجنبية، يعني سموه المجمع العلمي في حين المشواف، ما بشت لأنه إحنا نستورده مع الاسم، وهكذا.
البحث العلمي انا اعتقد انه يتطور الان بالجانب التقني بطريقه خصوصا الذكاء الاصطناعي بطريقه تتجاوز حدود الفهم والادراك والتخيل. والروبوتات والنانو تكنولوجي ربما سيفاجئنا قريبا بامور على الصعيد العسكري والاجتماعي والتقني وحتى التدريسي والسياسي بما لا يمكن ان نتخيل. حقيقة منصة أريد هي منجز ملهم أن تجمع آلاف الأكاديميين والباحثين العرب في بودقة افتراضية واحدة وأن تقيم من خلالهم ولهم وبهم مشروعات ذات بعد بحثي، هذا بحد ذاته منجز. والجميع من هؤلاء المنضمين يفخرون بأنهم جزء من هذا المجتمع الافتراضي العلمي ويقدمون له بدون ثمن. هذا بحد ذاته إنجاز، بحد ذاته قدرة على التجميع والإقناع، لأن المصداقية الأستاذ النخب حتى تكون جزء من مجتمع افتراضي واسع مثل هذا يجب أن تكون للمجتمع مصداقية لهم معهم، مصداقية علمية، مصداقية أخلاقية، بحيث الانضمام لها لا يجعل هناك عيب. يعني أحيانا الأستاذ ينضم إلى جهة يقول لك هذا قد تستغني، قد تكون معيبة، قد، لكن هذه أصبحت مصدر فخر ومصدر تشريف. لذلك أنا أعتقد أن هذه المنصة اللي بدأت بفكرة وانتهت بمجتمع، مجتمع افتراضي واسع ومؤثر، مؤثر حتى على مستوى النخب والدول والحكومات اللي بدأت ترى منصة أريد منصة قابلة لأن تكون طرف في أي مشروع، مشاريع المستقبلية على صعيد التنمية، على صعيد البحث العلمي، على صعيد تطوير التعليم العالي. هذه من الأمور، لأنه هي في الحقيقة بنك مهم للخبرات، بنك مهم للمواهب والتجارب. لذلك أنا أظن أن هذه المنصة يعني خصوصا مشاريع المستقبلية أعتقد أنها يمكن أن تكون فعلا عون حقيقي للتجارب التنموية في الوطن العربي.